بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد شهر من الغياب بل التغيب، ها نحن نعود، والعودة فرصة لحمد الله وشكره أولا، ثم لشكر كل الذين تعاطفوا معنا وكل الذين أكدوا تمسكهم بحرية الصحافة في هذا البلد، ثم هي فرصة ثانية لنؤكد تمسكنا في برنامج في الصميم وفي قناة المرابطون بصفة عامة بخطنا التحريري الذي ارتضينا لأنفسنا، خط أساسه المهنية والموضوعية وترسيخ التعددية، وشعارنا فيه وشعار القناة المعروف الوطن بكل ألوانه. إذن يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور البكاي بن عبد المالك. مرحبا دكتور. سنناقش معه موضوعا يتابعه الرأي العام خلال الأيام الأخيرة، وهو موضوع بالغ الأهمية والحساسية، لأنه يتعلق بتعديلات دستورية يبدو أن النقاش حولها احتدم، أو ربما أن خطة إنفاذها قد انطلقت، وهي تلك التعديلات المتعلقة بمواد دستورية ينص الدستور على أنها مواد جامدة لا يمكن أن يطالها التعديل. نريد أن نعرف هل فعلا بدأت خطة تعديل الدستور كما يتضح من تصريحات الوزراء الأخيرة أمام البرلمان، وظلال ذلك إن حصل على وضع البلد، على استقراره، على مستقبل التناوب الديمقراطي السلمي فيه. دكتور البكاي، جدد ترحيب بكم وشكركم على المشاركة معنا في أول حلقة مباشرة من هذا البرنامج بعد توقيفه. قبل سنة وربما يومين أو ثلاثة كنت معنا هنا في هذا البرنامج، كنا نناقش إحدى زيارات الرئيس لولايات الداخل، وكان أن رفعت لافتات في تلك الزيارة تطرح فكرة التمديد للرئيس رغم أن الدستور يقول أن هذه مأموريته الأخيرة. أذكر أن مما قلتم أن الدستور يمنع على الرئيس أن يعدل هذه المواد التي لا تسمح له بالترشح مأمورية أخرى، ولكنه لا يمنع ذلك على الناس، على المواطنين العاديين، وبدت حينها فكرة متقدمة على طريق التحضير ربما لهذه التعديلات. هل صدقت نبوءتكم وبالتالي دخلنا عمليا فيما كان استشرافا وتوقعا في تلك المرحلة؟ بسم الله وبه نستعين. أشكر قناة المرابطين على هذه الفرصة، وفي البداية أنا لست أفضل من يتحدث في هذا المقام، لأنه في الحقيقة هذا مجال يتعلق بالعلوم السياسية، كان يفترض أنه خبير في العلوم السياسية أو في القانون الدستوري أو سياسي يعني بالممارسة يعني. حقيقة أنتم فيكم الاثنين ما شاء الله. وأنا حقيقة يعني سأحاول رغم انتمائي الأغلبية الداعمة للرئيس محمد بن عبد العزيز، ولكن الأغلبية المنفتحة، الأغلبية القابلة للحوار، الأغلبية التي تقبل الرأي الآخر، هذا هو المنطق اللي نحاول الليلة نتحدث به. وأول شيء نقول عني ماني متحدث هم باسم الأغلبية، لأن ما مشاتني ولا انتدبتني. الأغلبية عندها أطرها وعندها قنوات اللي تحدثوا باسمها. نحن استدعناك أساسا بصفتك الأكاديمية، أيضا أتحدث بصفتي أيضا صاحب رأي، صاحب رأي حر ومتابع للشأن السياسي، وأتحدث بموضوعية وما في ما أعتقد أنه فيه مصلحة للشعب والدولة الموريتانية. فيما يتعلق بسؤالكم، أنا أيضا أتذكر الحلقة قبل سنة تقريبا اللي كان موضوعها الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية للداخل. وطبيعة الحال أيضا أذكرك بالأجواء التي رافقت تلك الزيارة وما رافقها من شائعات، أن الرئيس كان ينوي من خلال تلك الزيارة تعبئة الرأي العام تمهيدا لاستفتاء شعبي حول الدستور. إذن هذا أذكرك أيضا أنه من ضمن الأسئلة ومن ضمن جو الحلقة والجو العام الذي كان سائدا في تلك المرحلة، هو أن زيارات كانت بداية لاستدرار التعاطف الشعبي من أجل الإقدام على خطوة. وبالتالي إحنا مرت سنة أو أكثر من سنة ومع ذلك تبين أن تلك شائعات لم يكن لها ما يؤسسها، وأنا كنت في تلك المرحلة. كيف تبين؟ في تلك المرحلة، هذا ما سأذكره، كنت في تلك المرحلة. تبينت من خلال حديث في تلك سأعود إلى ذلك، وزير الاتصال سأعود إلى ذلك، العدل سأعود إلى ذلك. في تلك الحلقة أنا ما قلت أن الرئيس يعني ما عنده الحق في طلب تعديلات دستورية، ولكن قلت بأن في مواد فيها أقفال في الدستور يعني حدت مأموريات وحدت جميع الأشياء اللي يسمح بها الدستور الموريتاني فيما يتعلق بالمأموريات، ما يتعلق بالتمديد وما يتعلق بتعديلات دستورية. وذكرت أنه تعديل الدستوري أنه ليس
مسألة يعني مثل ما يطرح الآن للأسف الشديد في الكثير من المقالات والكثير من التصريحات أنه مسألة مقدسة. الدستور ليس مقدسا، هذا ما ذكرته، قلت بأنه عبارة عن عمل بشري، وأنه الدستور الذي يحدد شكل الحياة السياسية وشكل قواعد الممارسة السياسية والكثير من الأمور والتوجهات داخل البلد هو عبارة عن شيء توصلت إليه البشري، والبشري يمكن أن توصل إلى شيء أفضل من ذلك، وبالتالي فهو يتغير في ضوء جاية. ولكن القداسة، الشيء الذي أريد أن أتحدث عنه، الشيء الذي أريد أن أتحدث عنه أنه رفع القداسة عن النصوص البشرية الموضوعة البشرية، لأنه بكل بساطة الحياة البشرية تتغير، الدولة تتغير، هناك معطيات مستجدة، فهناك بعض الأمور التي في الحقيقة تدعونا إلى تغيير الدولة، اللي ما تغير دساتيرها ولا تغير قوانينها ولا تغير نظمها، هذه ما هي دولة تخضع لقانون التطور. وبالتالي أنا لم أقول في يوم من الأيام أنه ليست هناك إمكانية للتعديل، لكن كل هذه الأمور أيضا يحكمها في النهاية قانون الدستور بطبيعة الحال. الدستور وأنتم الأكاديمي الدستور في هذه المواد اختار أن يغلق الباب أمام أي تعديل لها، وهذا لم يكن شيئا اعتباطيا، هذه كانت خلاصة معاناة كبيرة لأهل هذه البلاد مع الانقلابات العسكرية، وخلاصة حتى معاناة بشرية مع الاستبداد، فأغلق أي باب لتعديل هذه المواد، وحرم على الرئيس، وهذا القسم اليمين الذي أداه الرئيس وكل الناس تابعت، أنه لا يقبل، لا يدعم، لا يساهم، لا يقترب بأي شكل من الأشكال من ما من شأنه أن يضر أو يعدل هذه المواد. وجاء حتى في مادة أخرى ليقول أن هذه المواد أصلا لا يمكن أن تغير، يعني هذه يمكن أن تغير بانقلاب، يضع الدستور جانبا، يجمد الهيئات. الانقلاب طبعا قد يأتي به قادم جديد وقد يأتي به من كان هنا. شوف أنا له أقول لك، بغض النظر عن رأيي أنا حول التعديلات الدستورية وحول ما يشاع الآن من تحضير التعديلات الدستورية، الدستور اللي موجود عندنا الآن تمت صياغته في ظروف معينة الناس تعرف، والأهداف معينة، ودخلت عليه تعديلات بعد ذلك سنة 2012 لأسباب أيضا ومقتضيات معينة، وهذا هو اللي حاولت أني نذكر أنه الدستور لابد أن يتماشى مع الواقع، هناك بعض الأمور المستجدة التي تقتضي أن تكون هناك مواد دستورية جديدة، هناك بعض واقع آخر تغير، لحظة شوي خليني نكمل جزاك الله خير، هناك واقع آخر زال، إذن ينبغي أن يزال أيضا ما يقابله من تشريعات دستورية. الشيء اللي تحدثت عنه الانقلابات، الشيء اللي تحدثت عنه هذه الانقلابات اللي حصلت كانت واحدة من سبب وضع هاي الأقفال، تحديد المأموريات بثنتين وتحديدها بخمس سنوات وعدم إمكانية التجديد، ولكن هذا نفس الدستور اللي يمنع على الرئيس، الناس تشوف لا من زاوية المنع، الدستور ما تشوفه فقط من ناحية أيضا الإيجابية، أعطى صلاحيات للرئيس، أعطى صلاحيات للرئيس على أنه يطلب، يعني هذا أمر هو لا يقوم بتعديله بنفسه، هو في آليات، لحظة فم آليات دستورية يتم اتباعها لتعديل الدستور، لا من ضمن هذه الآليات إلا هذه المواد لست، اسمح لي هذه المواد، اسمح لي أنت مستاذ جامعي، لا لكن ماني مختص في القانون الدستوري، لكن نقول لك وجهة نظري أنا شخصية، حسب فهمي أنا شخصي، أعلنوا الدستور ما في شيء مقدس لابد أنه ما يتعدل، ولكن في حنيني فيه آليات قانونية، لحظة شوي خليك الله يخليك، فيه آليات قانونية، هو لا توقف عند ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذه الأقفال اللي وتضعت لها أيضا، هناك حلول للدستور كامل برمته، ما هو فقط هاي المواد وحدها، دستور برمته، هذه الآليات، هذه الآليات، هو دستور هو مصدر الإرادة الشعبية، الإرادة الشعبية عندما تتغير يتغير الدستور. دكتور لحظة خليني نكمل أنا رأي وبعدين طرح لي سؤالة، هذه الإرادة الشعبية عندما تثبت على أنه هناك حاجة لتعديل الدستور وتقف مع هذه الإرادة وتطلبها، هذا ما هو عمل الرئيس، الشعب، هذا قلته أنا قصة أنه الشعب نفسه يمكن أنه يطلب تعديلات دستورية، الرئيس ما هو طالب تعديلات دستورية، يطلب بقاء التشبث بهذه السلطة ويطلب تعديلات دستورية، هذا المنفذ الأول اللي هو الاستفتاء الشعب، المنفذ الثاني هو عن طريق البرلمان، إذن طريقة ديمقراطية، ولكن الطريقة اللي ما هي ديمقراطية هو نجي الرئيس ويزيد على الأشياء صلاحيات المحددة للدستور، يجي الرئيس ويأمر أمر عسكري أنه أراه أنا باقي في السلطة بعد انتهاء المأموريات، ولكن بالطرق القانونية إحنا البشرية ما تضع من المشكلات يكون شيء قادر على حل، ولا قد يعود فوقها القانون من الغباوة أنهم يقفلوا على رؤوسهم ويقفلوا على البشرية، يقفلوا طريق التطور. طيب. ولكن هذا ما معناه الدعوة للديكتاتورية. طيب رأيي أنا الشخصي، طيب رأيي أنا الشخصي اللي تسولني عنه قد نقول لك رأي الشخصي. طيب لا نسولكم عنه، لكن أنتم كأكاديمي خلوا المشاهد شوي تقربوا منه ياك قد يفهم، احنا ما نتحدث عن اي دستور،
في أي سياق، ولا نتحدث عن في التاريخ الدستوري ولا في الفقه الدستوري، مجرد نتحدث عن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عن مواد محددة فيه أنا ذكرت لكم مضمونها وهي معروفة الآن لدى الجميع، مشهورة ونصها معروف. هذه المواد تنص أنها محصنة من أي تعديل. أنتم قلتم في المفاتيح، قد يعود الناس فعلا المفاتيح ما يستهدي عليها. أنا نبغي نعرف شنو هذه المفاتيح اللي ظهر لكم أنتم أنها ممكن دستوريا لأنها قد تحلحل بها هذه المواد وتفتح الباب قدام مأمورية ثالثة، والله قدام مأمورية من 7 سنوات، والله شنو هي؟ شوف انا ذكرت لك اني ماني افضل من يتحدث، فانت يبدو انك لا يتميل بي شعور الجانب الفقهي. انا نحترم نفسي، اصبر علي، نحترم نفسي. المسائل اللي ما هي اختصاصي ما نتحدث فيها، ولكن معلومات العامه، الثقافه العامه الموجوده عني بغض النظر عن هذه المواد. تفتيت لا ما افتيت، هذا نفس الشيء اللي قلت لي قبل سنه. انا ما افتيت، انا ما افتيت، انا قلت بانه المعلومات العامه، الثقافه العامه اللي متداوله بين الناس كلها، وانه الدستور يمكن ان يتم تعديله بواسطه طريقين، إرادة الشعبية، لأن هذا الدستور أصلا برمته ما في مادة دون مادة، برمته هو نتيجة إرادة شعبية. وهذه الإرادة الشعبية الإرادة العامة تعتبر إرادة عامة، حولها الشعب لسلطة معينة. كيف يعني بشكل محدد كيف يمكن التعبير عن هذه الإرادة الشعبية؟ لا نقول لك الطريقة اللي تعدل بها الإرادة الشعبية. الإرادة الشعبية تتم من خلال عقد اجتماعي، وهذا العقد الاجتماعي واحد مصوره والانتخابات اللي تتم بالاستفراج يونيفرسال، ويختاروا موجبه المواطنين او اغلبيه المواطنين في النظام الديمقراطي، يختاروا موجبه سلطه تحكمهم ويتنازلوا لها عن حكم نفسهم بانفسهم. هذا هو العقد القائم اللي موجود. هاي الانتخابات وبالتالي حنيني هذا طريقه الشكل النظام السياسي، هذا يتم التوصل لها من خلال الدستور اللي حددها. طيب. ولكن الآن بالنسبة لهذا الدستور لين وضعته هذه الإرادة الشعبية وأصبح منزلة الاحترام ومنزلة أم القوانين، يعني ولكن لا يصل إلى نص القداسة، قداسة النص القرآن وحده فقط، ما في شيء آخر يعني مقدس غير القرآن. فلذلك هو عبارة عن اجتهاد بشري. هذه القداسة القرآنية كثيرا تتذكر هذه الأيام، وأحيانا لا تتذكر في أيام أخرى، يعني تتذكر فقط لتكون معبر يكسر من خلال ظهر الدستور. لا انا ماني من الناس اللي تدعو لا اتحدى عنكم، اتحدى عن الجاري في التداول. لكن هذه الانتخابات لا تتم باي طريقه، الانتخابات تتم وفق قوانين، هذه القوانين محكومه بالدستور. هذا الدستور نفسه يرفض اي تعديل في هذه النواحي. الذي من الذي سيقترح اي تعديل هو قائم بعمل غير دستوري، عمل غير شرعي، لان الدستور لم يسمح باي طريقه بتعديله. حسب معلوماتي وانا رجائي منك صديق العزيز انك تخرجني من هاي الاشكاليه الفقهيه. طيب انا لا يعود سؤال الاخير حسب رايي انا الشخصي ولا لا نتعداه، هو انه فهمي انه الرئيس يخول له الدستور انه يطلب لا يامر، يطلب، قد يتم الوافق عليه وقد لا يتم، من البرلمان انه يعدل مؤتمر عام بغرفته ويتم الموافقه ب3/5 يعني. هذا يعني هو هذا هو هذا, هو هذا جانب محرم. والجانب الثاني هو انه يتعرض لاراده استفتاء شعبي، تسولني انا عن رايي في هذه المسائل ولا لا نسولك عن. طبعا هو محرم عليه الدستور بنصه انه يدعم من قريب او من بعيد مبادره من شانها، وكلمات القانون كل كلمه عندها شحن وعندها دلاله. انت قلت ممنوع من انه يدعم او يساند مبادره من شانها. بالضبط. ولكن هذا لا يمنع ان تقوم المبادره من تلقاء انفسها مثل ما ذكرت. مباح له ان يطلب ولكن هذا في القانون، هذا فهمي يعني انا الشخصي اللي لست ابدا قانونيا ولا هذا ابداع فقهي جديد ربما يستحق ان يسجل باسمكم. لا شوف احترامي شوي يعني على الاقل. لا هذا احترام لكم انتم مهلين. كيف انا مبدع وانا جاهل بالماده ما عندي فيها اختصاص يعني لا يجوز هذا. انتم مهلين لكل احترام وتقدير. طيب رايكم الان من خلال متابعه ما اعرف اذا كانت تصريحات الوزراء امام الجمعيه الوطنيه جاهزه يمكن نتابع بعضها، واذا كانت لم تجز بعد يعني نواصل. هل من خلال هذه التصريحات التي تابعتم والتي سنشاهد بعضها ربما لاحقا، هل تعتبرون انه الان الحكومه هؤلاء وزراء يشغلون وظائف رسميه، ان الحكومه ان النظام شرع فعليا في المسار المفضي الى التعديلات الدستوريه؟ شوف تحليلكم يعني انا 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 بالنسبه لهذه التصريحات لم اشاهدها بشكل مباشر يعني للامانه، يعني من خلال التلفزيون لم اشاهدها بشكل مباشر، ولكن قرات عنها
وقرأت يعني حملة كبيرة جدا في كثير من الأوساط تندد وبعض التحركات وإلى آخره إلى آخره. الشيء اللي نفهمه أنه لابد أن نميز دائما بين النوايا وبين الأفعال، بين الأقوال وبين الأفعال. يعني إذا تم الشروع بشكل فعلي بإجراءات فعلية واضحة صريحة لتعديل الدستور، عندئذ نستطيع أن نقول بأنه الحكومة أو الرئيس ينوي تعديل الدستور وينوي ترشح مأمورية ثالثة. إذا لم يكن من رأس السلطة، من رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، إذا كان هو بنفسه، وأعتقد أنك أنت كنت حاضر واحدة من لقاءات مع رئيس الجمهورية وكنت أقرب له مني الآن، وطرحتم علي هذه الأسئلة، بقي أنكم على الأقل الشيء الذي يقوله رئيس الجمهورية بصريح العبارة بقي أن ننطلق من طيب. لكن هؤلاء التصريحات التي حدثت يمكن كل واحد يمكن يعني نصرح لك الآن رأي مخالف لرأيهم، يمكن لا لا وبالتالي لا يكون ملزم لرئيس الجمهورية ولا يكون ملزم للحكومة. هذا الذي سنتابع تصريحه ليس من تصريحكم، مع كل الاحترام والتقدير لكم، أي تصريح آخر، هذا الناطق باسم الحكومة. دعنا نتابع تصريحه في آخر اجتماع لمجلس الوزراء. بالنسبة للدستور يحدد المأمورية بمأموريتين، والوزراء ما فرضوا مأمورية ثالثة، الوزراء لم يفرضوا مأمورية ثالثة، ما غيروا الدستور، وإنما تحدثوا عن أن الرئيس أنه يستحق مأمورية ثالثة ورابعة أو خامسة، وهذا قناعة شخصية عند وزير أو عند وزراء أو عند الأغلبية أو عند عموم الشعب الموريتاني. والدساتير فوقها إرادة الأمم، إرادة الأمة وإرادة الشعب فوق الدستور، لأنهم هم اللي عدلوا الدستور ويقدروا يغيروه. ولا قال الدستور عن ممنوع حد يقول عن رياضة يغير الدستور، هذا ما هو ممنوع، الممنوع مخالفة الدستور القائم، لكن طلب تغيير الدستور هذا ما ما ما, ما هو ممنوع. وبالتالي الوزراء قالوا كلام عندهم فيه الحق وعاطي لهم القانون، ولا يشرم عليه القانون ولا يشرم عليه شيء. ما رضى قاع يا ياسر من الموريتاني اللي قايلين وزارات اللي قايلين. خلاصة طلب تغيير الدستور غير ممنوع، هذه يبدو أنكم تشتركون فيها. والشعب الموريتاني، أغلبية الشعب الموريتاني بالنسبة للوزير الناطق باسم الحكومة ترى أنه ما قاله الوزراء صحيح. والوزراء طبعا أحدهم وزير العدل قال أنه يستحق الرئيس على البرلمانيين وعلى الشعب أن يطالبوا بمأموريات متعددة. أنا لم أسمع الصوت جيدا عن التصريحات، ولكن قرأت عنه وقرأت أيضا عن تصريحات وزير العدل. ما أعتقد أنه صرح به وزير الإعلام هو أنه فيه شيء اسمه حرية شخصية، تعبير عن الآراء الشخصية، وهذه في الديمقراطيات كل شخصي شيء يسمى الانفيولابيليتي دي لا بيرسون، كل واحد عنده مجال معين من الحرية في اعتقاده وفي تصوره وفي كلامه وفي آرائه يعبر بالطريقة التي تعجبه. وبطبيعة الحال من الأولى أنه يكون السياسي يعبر عن الرأي المؤيد للتوجه عنه. ولكن متى عندما تتحول هذه الأقوال، عندما تتحول هذه النوايا إلى أفعال، عندئذ نستطيع أن نقول بأنها أصبحت رأي رسمي للحكومة. ولكن صفته كوزير، وهذا أعتقد أنه هو شيء اللي ركز عليه وزير العدل فيما حسب ما قرأت، أنه صفته كوزير شخصية سياسية، منصب سياسي، يستطيع أن يتحدث بما يستطيع، ما يريد أن يتحدث بما يدعم الفريق الذي ينتمي إليه. فلذلك هذا لا يلزم مؤسسات الجمهورية في شيء، لأنه هو شخص يقول رأيا. السؤال المطروح، إذا لم يلزم مؤسسات الجمهورية كلام وزير العدل، وتعلمون رتبته البروتوكولية في الحكومة، ووزير الناطق باسم الحكومة وهذه صفته، يعني كلامه يمثل يعبر رسميا عن نظام الحكومة، وزير الاقتصاد والمالية صحيح مسؤولية بعيدة عن السياسة يفترض، لكن على كل حال من وزارات السيادة، إذا لم يعبر هؤلاء عن الحكومة وتوجهاتها من سيعبر عنها؟ عبر عنها رئيس الجمهورية. وذكرت لك أنت أنك كنت حاضر لوحدة من الحلقات، وأريد أن تذكرني بما قاله رئيس الجمهورية في تلك الحلقة بخصوص الحوار. إذا كانت المرجعية ما يقوله الوزراء، إذا كان يتحدث وزير معين ودون تقليل من قيمة الوزراء يتحدثون عنه، وربما تكون صائبة، وأنا ربما لا أخالفهم في الكثير من الأشياء التي ذهبوا إليها، ولكن فيما يتعلق بالرأي الرسمي عنده قنواته، فعندما يتحدث رئيس الجمهورية ويقول شيئا ويتحدث في المنابر الرسمية وتقول شيئا ما، ثم يأتي رجل سياسي يعني وزير ورتبته شخصية
ومن نظام معين، وطبيعي أنه يتحدث عن الأشياء اللي موجودة عند النظام ورغبة الأغلبية في بقاء والتشبث برئيس الجمهورية، وهذا كما رغبة المعارضة في التشبث بزعمائها من التسعينات إلى حد الآن. فلذلك هذا الشيء أعتقد أنه زاد على اللزوم يعني. فلذلك إحنا نستبدل الأقوال، لحظة شوي، نستبدل الأقوال، نستبدل الأفعال بالنوايا والأقوال، وهذا منهج خاطئ أصلا. تقديركم الآن أنه رغم كل هذه التصريحات المتتالية أنه حتى الآن لا موقف حكومي رسمي يدل على نية في تعديل الدستور في هذه النواحي؟ الموقف الرسمي الذي أعرفه أنا، وربما الأغلبية تكون عندها موقفها قنواتها الرسمية اللي ذكرت لك من البداية. أنا رأيي كأستاذ جامعي، أنا ورأيي كمثقف وكمتابع وكداعم للأغلبية، ولكن ربما لا تكون لدي المعلومات الكافية، ولكن ما أعرفه هو أنه رئيس الجمهورية عندما تحدث بعبارات واضحة في الموضوع. فلذلك لا يجوز أن نستبدل آراء والأفكار التي حدث عنها رئيس الجمهورية بصريح العبارة. رئيس الجمهورية في الحقيقة لم يتحدث يوما حديثا واضحا في الموضوع، يعني هو لديه مقاربة الغموض في الحقيقة في كل التصريحات لو تابعتها بشكل دقيق. لا يريد أن يقول موقف، هذه تقريبا يمكن أن نجمل بها مقابلاته المكتوبة ومقابلاته المسموعة ومقابلاته المرئية، يتبنى استراتيجية غموض، لا يريد أن يقول أنه لن يترشح لمأمورية أخرى، ولا يريد أن يقول أنه سيترشح. هذا حتى لا أنا لا 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 لا. هذه الخلاصة على كل حال، أنا كمتابع هذه الخلاصة أعتقد توافقون عليها؟ لا أوافق عليها، لأنه أنا حقيقة الأمر المقابلات التي استمعتها وأعتقد أنها فيها مقابلتك أنت يعني تحدث عن الموضوع وتحدث بما يمكن أن نفهم منه أنه ليس لديه نية حتى الآن في طرح هذه المسائل التداولة عند الناس. هذا هو اللي فهمت أنا يكسع من الخطاب، وهو اللي فهمت أنتم وتحدث عنه بعبارات صريحة ولا هو بطريقة الغموض. يعني الغموض هذا للأسف الشديد الصحافة، لأنها دائما الأقوال حتى ولو قيلت بشكل صريح واضح، يعني قالها بشكل صريح واضح لأنه ينوي أن يقوم بكذا وكذا، وقالها لكي يضللنا عن مسألة كذا وكذا. فلذلك دائما تفترض الغموض وتفترض، وانت كنت موجود وكان المفروض انها لو كانت غامضة كنت قلت له سيد الرئيس انت ان بقيت تتحدث لنا بعبارات واضحة، وكانت لديك الشجاعة. قيلت حتى نطرح سؤال في نفس المؤتمر الصحفي حول من سيكون 2019، او هل هناك استعداد في خلال بشكل محدد ليعرف الصحفي الذي طرح السؤال ان كان الرئيس يحضر نفسه ليكون خارج القصر 2019 ام لا، ورفض أن يعطي أي خط أو أي خيط واضح في هذا السياق. على كل حال هذه خلاصة متابعتي، ولكم طبعا الحق أن تكون لديكم خلاصة أخرى. يعني أنا أفهم الآن أنه في تقديركم هذه أمور كلها أمور شائعات، كما الشائعات التي رافقت زيارة الحوض التي الحوضين التي كنتم فيها بالنسبة لكم لا فرق. الشيء اللي مؤكد منه هذا دليل ينبغي أنك أنت تأخذه، هو أول شيء بدأت به ذكرتني بالحلقة، وذيك الحلقة تتعرف الأجواء اللي كان سيد فيها أنه فعلا زيارات هي تمهيد لمأمورية ثالثة ولدعوة الشعب لكي يتقدم ويطرح مسألة المأمورية الثالثة. مضت سنة على ذلك ولم يحدث شيء من ذلك. فلذلك الشعب الموريتاني للأسف الشديد والنخبة السياسية وخاصة النخبة المعارضة عندها نوع من الإبداع في تحييد المشكلات الحقيقية وطرح المشكلات الزائفة، مسائل الحقيقية بالنسبة للشعب الموريتاني. مع أنه الآن يقول المعارضون الآن إنه السلطة هي التي أرادت أن تضع هذا الشغل المفتعل المصطنع حول المأمورية لتشغل الناس به عن أزمات. هذا تأويل، هذا قلت لك أنها تشتغل بالتأويل عوضا عن الأشياء الصريحة والواضحة والأفعال. يعني ما هو الشيء الملموس الفعلي الذي يدل على صدق هذه الشائعات؟ ما هي مصلحة المعارضة في تقديركم، ما هي مصلحة المعارضة في أن تطلق هذه الشائعات أو أن توجد ظرف لهذه الشائعات؟ ما مصلحتها؟ شوف أنا 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 عندي طموح أنه دائما المتحدث سواء متحدث باسم الأغلبية أو متحدث باسم المعارضة أنه يتحدث دائما بعبارات فيها الصدق وفيها التعامل مع الواقع كما هو، ليس بالشكل اللي في الحقيقة للأسف الشديد الموجود عندنا الآن. إذا كنت من المعارضة فأنت لا تنقل إلى الأشياء سيئة ولا تتحدث إلا عن أشياء سيئة ولا تثير إلا مشكلات للبلد، وإذا كنت في الأغلبية ليست هناك أي مشكلة. أنا حسب وجه نظري هاي شائعات ينبغي أن دائما كلها توضع بين قوسين. شوف
ما معناها على انه ما فهم امكانيه للتعديل، ما فهم على اساس ان ربما الشعب يطالب بتعديل للدستور، هذا من حق الشعب، لانه شوف انه رايكم ربما ولكن المعلومات الموجوده عندي، لحظه شوي، المعلومات الموجوده عندي رايي انا، مثلا يقولوا لك ما قلتوا، ولكن الراي الحقيقه اللي موجوده عندي الان هي الحقيقه الرسميه المعلن عنها، وليست لدي اي معلومات الى حد الساعه عن نية رئيس الجمهورية ترشح المأمورية. طيب رأيكم إن شاء الله نسألكم عنه قبل نهاية الحلقة حاكم به المشاهدين تموا معنا، هل يعني الآن انتقال الحديث من الحوار، كنا خلال أشهر كنا في نقاش في الساحة على مستوى الحوار السياسي، هل سينطلق، متى سينطلق، هل يحتاج ردا مكتوبا أم لا يحتاج ردا مكتوبا، هل يحتاج ممهدات أم لا يحتاجها، ما الذي سيتناول، ما هي الأطراف التي ستشارك فيه؟ فجأة خفت حديث الحوار وامضينا فترة لا نسمع أي حديث عنه، والآن ظهر حديث موضوع المأمورية، من يقول هذه بدايات خطة لتعديل، من يقول هذه شائعات، من يقول هذه محاولة إلهاء، هل يعني الانتقال من ملف الحوار إلى هذا المستوى أنه الحوار ملفه طوي وانتهى، أصبح وراء ظهورنا الآن حسب ما يظهر؟ هل كل هذه المراحل وكل هذه القضايا هي من صنع الصحافة، مع احترامي الشديد لك، لأنه من قال عن الملف الحوار انطول؟ هذا سؤال على الصحافة، لأنه ما تلي تسرب لأنه لم يتقدم. لحظة شوي هو كل الأمور نقول لك أنه هذه كل تاريخ موريتانيا السياسي للأسف الشديد أصبحت تصنع شائعات، وأصبحت يعني هناك جهات لها مصلحة في إثارة مثل هذه الشائعات لإثارة البلبلة وإثارة زعزعة النظام القائم. كل هذه الشائعات اللي موجودة هي اللي حددت ان هذا لا دخان لا لا دخان بدون لا دخان بدون نار، لا دخان درجه حراره 90، الحوار هبط درجه حرارته، هذه كلها ما فيها لا دخان بدون نار. فلذلك كل ما في الامر، ولكن الشيء اللي نقوله هو تعبير اراده رئيس الجمهوريه في اخر تصريحاته بشكل صريح واضح ان الحوار سينطلق، وانه ان شاء الله سيحمل البلد الى افاق متقدم، افاق من نضج العمل السياسي. هذا اخر تصريح، وانا متاكد ودائما نقولها له في يعني التصريحات التي يقول بها رئيس الجمهوريه دائما يقوم بتحقيقها. فلذلك في مساله الحوار، طيب وضح انه الحوار سينطلق، مساله العقبات التي حدثت والتي تحدثت عنها، لحظه شوي، العقبات التي تحدثت عنها انا حسب وجهه نظري، وهذا تحدث عنه في الكثير من وسائل الاعلام، انه يعني الوثيقه المكتوبه او الرد المكتوب، يعني انا يعني لا ادرك تفصيل، لا ادرك اعتقد قيمه الرد المكتوب اذا كانت التفاهمات تحصل باتفاق حضوري، ليس هذا وجها لوجه، فلماذا هذا الرد المكتوب؟ لانه تعجيز الحكومه ما يمكن ان يكون هدف حد ذاته، ما يمكن ان يكون عندنا نخبه سياسيه الهدف من هو تركيع الحكومه او احراج الحكومه امام الراي العام، هذا ما يمكن يكون هدف سياسي. يعني ولكن ممكن اذا ممكن كانت هناك سياسي. لحظه شوي، اذا كانت هناك بعض الامور المقبوله التي يمكن ان يتم بها تحسين اجواء الحوار، فانا شخصيا لست ضد ذلك، وانت تعرف انني تحدثت في الكثير من الاشياء وكتبت في هذا المجال، انه هناك بعض الامور التي ينبغي، هناك بيئه تحتاج الى الكثير من عوامل الثقه، ينبغي انه جميع الاطراف ليس فقط طيب دعنا نعتبر انا اريد ان اؤكد اذكركم بانه نعول على البعد الاكاديمي في نقاشكم، لا نريد فقط ان تكون مواقف سياسيه، لانه فعلا الارضيه التي نريد ان نناقش عليها ارضيه اكاديميه، نريد ان تساعدوا الناس ان تفهم. لنفترض انه الحوار لم يفشل وان صفحته لم تطوى، وان هذا كلام جرايد كيف يقولوا وحدين، الحوار على الاقل متعثر، على الاقل ما تقدم، شنو السبب في تقديركم اللي خلى الحوار الى الان مازال ما تقدم ومازال متاثر؟ اذا المسلمه هي المقدمه يسعد خاطئه، لا تستنتج منها الا نتائج خاطئه. انا ماني مسلم بصحه المقدمه، انه الحوار متاثر لانه الدول ومستقبل الدول، لكنك مسلم انه ما تقدم زال. لا ماني مسلم لا تقدم لا تعثر. طيب دي الاخبار اللي خلينا نقول لك وجهه نظري، انا ما عندي اخبار ما هي عند الصحافه. انا كل ما في الامر عندي الحوار العالمي بينطلق، لحظه شوي الشيء اللي النقطه اللي وصل لها الحوار حسب وجهه نظري ما هي نقطة تفيد أنه الحوار تعثر، لأنه كانت فيه لقاءات. لحظة شوي، كانت فيه لقاءات وكانت فيه قضايا مطروحة، وكان الطرف الحكومي أساسا، وهذا هو اللي نتحدث عنه، عبر بإرادته على أساس أنه مستعد لجميع المطالب اللي تقدمت بها
المعارضة متدى المعارضة تقدم بها في وثيقته أنه مستعد تقريبا بنسبة كبيرة جدا من هذه العناصر من هذه المطالب من هذه الشروط أنه مستعد لتلبيتها. فإذا كانت الحكومة بأعلى منابرها تعبر عن مثل هذا التعبير، لماذا نقول أن الحوار تعطل؟ إذا أعمار الدول ومستقبلها ومصائرها ما تنقاس بشهر وشهرين، فلذلك إحنا الصحافي العادي البسيط اللي ما يجبر المعلومة يمشي ويتعدل من نفسه خياله، لانه طالما انه شهرين والله ثلاثه وانا ما تتنشب الاخبار، اذا الناس راهي قاعده على الامتين منها وراء الحوار تعثر. دكتور اذا ما في مؤشر عن الحوار تعثر. قصه الحوار ليست قصه شهر او شهرين. الحوار عمليا ثلاث سنوات اربع سنوات خمس سنوات عمليا الحديث عن الحوار مستمر منذ اتفاق دكار، والاطراف السياسيه يحاور بعضها ويرفض البعض، الكل يتحدث عنه مستعد للحوار وراغب فيه، لكن اي حوار لم يتم اي حوار وطني بعد حوار دكار، والبعض حتى يعتبر حوار دكار لم يكن حوارا وطني لانه كان حوار ازمه وكان مستوى التدخل ايضا الدولي والخارجي فيه كبير. فاظن انه من يقول ان الحوار غير متاثر اما انه لديه معلومات ومعطيات ليست مشتركه مع الناس، واما انه فعلا ربما بدرجه ايضا من الاكاديميه والاستشرافيه والتحليل يصل لمستويات لا يصل لها الاخرون. شوف هو الحوار بحد ذاته هو مجرد آلية وسيله من وسائل تطوير الحياة السياسية، هذا هو الحوار. ما هو فرض الدستور ما مكتوب فيه على انه برانا يتحاوروا، الدستور محدد جملة من الأهداف. لحظة ما هو مقدس حتى العاد ما هو مقدس حتى العاد مكتوبة فيه وما هو مقدس ولا نملي عنها صحيح. وأي فقيه دستوري قانوني يجي يقول لك عنه هو عمل بشر وأنه قاعد يعود غبي لينعود ما يتغير دستور ما يتغير غبي، قوانين ما تتغير، معاه مجتمع ما يتطور، ودولة ما تتقدم، حياة سياسية ما تطور. خليني نجاوبك على السؤال. الآن بالنسبة لي أنا على انه هو مجرد آلية وقد ما يخلق قاع سولني صح استفزازي قد ما يخلق شو البديل عنه؟ انا حسب وجهة نظري منين تقوم الحكومه خالق شيء من الاشياء الحقيقه اللي موجوده تطوير الحياه السياسيه تعمد هي بنفسها وعلى انها تقوم باصلاحات اللي ذيك الامور اللي مطروحه ما حاجتها قاع بطرف ثاني يعود لها يفرض عليها ويعود يملي عليها املاءات يعني لانه من مصميم مسؤولياتها حنين من صميم مسؤولياتها على انها تقوم بجميع الاشياء اللي طرحت. انا استغرب انه بعض الامور اللي هي مصممه عمل الحكومه تجي في وثيقه مشروطه عليها انها تعدلها. انا نشرط عليك انك تصلي، انا نشرط عليك انك تصوم، انا نشرط عليك انك تزكي. يا اخي هاي مصمم عملك، هذا واجبك اصلا تقوم به، ما فيه مساومه. فلذلك حنين بالشرع بالتالي ما بالضروره يعود فمن عندنا مساله الحوار انه فرض على الحوار يخلقوا عاد كانه شكل المساله دستوريه. الحوار ما هو دستوري، ما فيش دستور يقول عنه فرع عن عاد الحوار، حوار آلية للتوافق. وطالما أنه تم تذليل الصعوبات ما معناه أنه نظامنا السياسي ما فيه مشكلة. ومن تسمح لي أنا أقول لك المشكلة الحقيقية اللي موجودة من نظامنا السياسي وهي اللي خلاتنا نوصل لهذه المشاكل كاملة وهي اللي ذكرتها لك في حلقة من حلقات البرنامج. قلت أنه فيه تناقض بين الشكل السياسي للنظام اللي في غاية التطور وبين البنية الاجتماعية والاقتصادية اللي في غاية التخلف. هذا التناقض خلانا نتوصلوا لجملة من مبادئ وجملة من التصورات اللي عدنا عايشين فيها وإحنا مقطوعين قاع من الواقع. وبالتالي المشكلة اللي واقعين فيها لا هذا هو جستما حالا حالا في خيارين، إما أن مثلوا باشانا مثلا هذا التناقض اللي موجود بين شكل النظام السياسي وبين الواقع. لدينا درجة من لا حد عنده سرج معد أصلا للجريبات قاموا داروا على الأحمر، لانه احنا عندنا نظام سياسي حقيقه الامر الا هو نظام سياسي لا تحلم الكلمه. انه الحمير بعض رقاع قد ما يجبرت لا هم اللي قال عنهم قد هدوا لاي يمشوا شارع ثاني. ولا هو نظام سياسي اللي موجود في اليابان ولا هو نظام سياسي الموجود في اوروبا الغربيه، مع ذلك واقعنا مختلف تماما عنهم. اذا من هو اللي قال عنا برلماننا لابد يعود غرفتين؟ حنين نصبر علي فلذلك في حلين، اما ان نرقب الواقع الاجتماعي الاقتصادي شو هاي المستوى هاي البنيه السياسيه اللي في غايه التطور وهذا هو الحل الانجع، وهذا كيف تعمل ولكن في صعوبات. لحظه شوي مو هذا اللي تحدى لا تقاطعني خليني نكمل. اما ان نرقب هذا الواقع وننهض به، وبالتالي هاي اشكاليه التنميه. من يطرح اشكاليه التنميه؟ ننهض بهذا الواقع الى نعود قريب لذاك الشكل السياسي وهو من تلقاء نفسه، وهذا علمي من تلقاء نفسه لا يفرز الشكل السياسي اللي يناسبه، او ان نخفض الشكل السياسي اللي في الحقيقه جابه جماعه من الناس وقعدوا وتآمروا وعدلوا كوبي كلي ونقلوا دساتير ونقلوا ياسر من التصورات وجابوا المجتمع بدون ما ينظروا للواقع اللي عايشين فيه. القانون يا أخي
حتى الشريعة وكل هذه المعطيات البنية الفوقية هي انعكاس البنية التحتية. فهمتني؟ وبالتالي الحل الأول من يطرحه؟ إحنا إشكالياتنا الفعلية ما يطرح أحد من هؤلاء المتحاورين كاملين؟ إشكاليات التنمية، إشكاليات العدالة والمساواة أمام القانون، فهمتني؟ إشكاليات التعليم. أنت شعب مازال فيه اليوم بعض المواطنين اللي مازالوا يدوروا لا يدوروا مدرسة ويدوروا لا يتعلموا ويدوروا لا يقرأ ويدوروا الماء الشرب ويدوروا شيء. وواحدين متباركين تفصيل الغرفة الأولى والغرفة الثانية والدستور في غاية التطور. إحنا غايتنا مجلس الشيوخ شن؟ حاشنا بيشن؟ فلذلك في الكثير من الأشياء اللي موجودة عندهم اللي بالحقيقة ما هي متناسبة مع نظامنا السياسي. كيف 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 أنا استمعت باهتمام الحقيقة لهذا الحديث، لكن كيف يمكن أن نوفق بين هذا الذي تسموه تطور النظام السياسي والمنظومة السياسية وتخلف البنية الاجتماعية؟ وحنا ترينا اللي نتوقع منكم أمثلة يطرحوها، طرحتوا لنا أمثلة يفترض أنها في مجال الخدمات الأولية، اللي يفترض إنه نظام سياسي ومنظومة سياسية قلت إنه متطورة ولا نعرف بعد تاريخ تطور أصلاً من علين اللي معلسه في بعض تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن الشكل السياسي، تتحدث عن التعليم اللي ذكرته، تتحدث عن المياه اللي ذكرته، تتحدث عن قضايا أولية أنها تطرح بعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال. كيف ينهض معاها نظامنا السياسي المتطور؟ اللي تتحدث بموضوعية ونخلوها في شكل الأكاديمي، دورها لا في شكل الأكاديمي، في المستوى الأكاديمي، في شكل الأكاديمي. معناها أن الأمور ليست يعني دورها لا في شكل الأكاديمي، يعني الصورة البراقة اللي الكثير من الناس يتحدث فيها. لأن نحن في سياقنا، في سياق دول العالم الثالث، وحد بدل يعود يتحرج أنه نسبة التعليم أنه مازال فيه بعض المشكلات، وأن التنمية مازال فيها نقص، وأن العدالة والمساواة، العدالة التوزيعية والمساواة في الحقوق مازال فيها نقص. هذا يتحدث فيه ما يالله يخص به موريتانيا. يا الله السياق العام عن الوقت الحقيقة بدأ يضيق، الاجتماعي ولذلك والاقتصادي للدول اللي احنا جزء منها. وعدنا المشاهدين، هذه صفتها، وعدنا المشاهدين بأن يعني نعرف رأيكم بكم اللي قلتوا فيكم. إذا بالنسبة لي أنا حسب وجه نظري، هل ترون هل أنت ممن يرى أنه الرئيس الحالي بما أنجز يستحق أنه تكون لديه مأمورية ثالثة ورابعة وخامسة وبالتالي نلغي هذه المواد ونفتح دستور ويبقى الرئيس ما شاء الله له أن يبقى؟ يستحق كل المأموريات رابعة وخامسة وسادسة وسابعة، ولكن سولني أنا عن الظرف الحالي اللي احنا موجودين فيه. أنا حسب وجه نظري إثارة هذه القضايا في هذا السياق اليوم وفي ظل التحديات اللي تعاني منها الدولة الموريتانية، تواجه الدولة الموريتانية تحدي الأمن، محفوفين بعدو يتربص بين الدوائر، ومحفوفين ببعض التحديات في الداخل، اللحمة الوطنية والتجانس. يعني كيف نطرح هاي المسائل وسياسيين يتوهوا فيها وإحنا البعض من يطالب بالانفصال؟ يا أخي هذا هو اللي أنتي كونستيتيونيل، هذا متعارض ضد الدستور. هذه التحديات حسب وجه نظري أولى من أن تلاقوا نتحدثوا بعد قاع في المأموريات ورئيس موريتاني في الفترة الحالية والفترة المقبلة. لا أعطيك مواصفات، لا أبغيت تقول عنه ولا عبد العزيز، رئيس قوي لا يحمل الهم الأساسي والتحدي الأساسي اللي هو تحدي الأمن. شوف راني تحدي الأمن درته قدام التنمية، الوقت والتحدي الثاني العدالة التوزيعية، والتحدي الثالث تحدي التنمية. الرئيس اللي يحقق هذه التحديات أنا حسب وجه نظري الشكل السياسي ونقال عن موريتانيا ديمقراطي، لأنه هذه كلها أنت تعرف المسار اللي فرضت به الديمقراطية على دول العالم الثالث، والدول اللي عندها سيادة حقيقية ما تعدى الشكل السياسي ما هو متناسب مع واقعها. إذا بخلاصة، لا ترون أنه تعديل الدستور الآن أولوية الآن بالنسبة لموريتانيا؟ أنا بالنسبة لي مسألة مغلوطة من جهتين. من جهة أنه من يتلاو لها نتبعوا بعد قاع المسائل الأساسية موريتانيا، تحدي التنمية، تحدي الماء الشروب، تحدي الغذاء، تحدي الأمن اللي محفوفين بالإرهاب، محفوفين بياسر من التحديات، تحدي الوحدة الوطنية. أنه هذه التحديات أنها تجي سابق هاي الاعتبارات قاع السياسية الشكلية اللي يتعاركوا عليها سواء أغلبية سواء المعارضة. وبالتالي حسب وجه نظري من جوع والتأمين من الخوف، فلذلك والأولوية قبل أن فلذلك هذه التحديات الأساسية بالترتيب، الأمن والتماسك الداخلي للنسيج الاجتماعي والعدالة التوزيعية، والتحدي الثالث هو تحدي التنمية. أنا حسب وجه نظري كل هذه التحديات وكل الأولويات للدول تتحدد من السياق اللي هي فيه، من اللحظة اللي هي موجودة فيه. والتحدي الأساسي بالنسبة لي بكل بساطة ظهر، ما هو نعود عندنا غرفتين، ما هو نتبارك ونتفقوا على شكل حياة سياسية احنا قاع ما حصلنا ما هي موافقة لنا. فلذلك أننا نعمل على تطوير هذه البنية الاقتصادية، منين نرفعوا هذه البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية للدولة والمجتمع،
هذه الدور تفرز لنا بالتدريج شكل سياسي يعود أكثر تلاؤم مع واقعنا الحالي. واقعنا الحضاري. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. نجدد لكم الشكر دكتور بكاية على مشاركتكم معنا، والشكر للطاقم الذي أشرف على إنجاز الحلقة، ولكم مشاهدينا الكرام جزيل الشكر، وإلى حلقة قادمة استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.